سليم جميل عياش ولد بتاريخ 10 تشرين الثاني 1963 في حاروف. هو ابن جميل دخيل عياش ومحاسن عيسى سلامة. رقم سجله 197 حاروف. سبق له أن أقام في أماكن منها بناية طباجة الكائنة في شارع الجاموس بالحدث، وفي مجمع آل عياش في حاروف بالنبطية في جنوب لبنان. التهم الموجهة إليه مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، قتل 21 شخصا آخر إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، محاولة قتل 231 شخصا إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.